السلام عليكم. من الامتدادات اللي احنا ساعات بنستخدمها او بي جي اللي هي اوبجكت. فدلوقتي في ادنس اسمها كونفرت اوبجكت، بتفتح لنفس وركس وتقول له كونفرت اوبجكت، فيحول لك المشروع بتاعك للملف دوت بحيث ان انت تقدر تكمل شغل عليه. في برامج اللي هي بتبقى اوبجكت زي 3 دي ماكس.